الحقيقة أننا والحمد لله يعني نشهد تمكينا لهذا الدين ورفعة لهذه الشعيرة العظيمة، والله سبحانه وتعالى قد اجتبى واصطفى واختار هذه القيادة المباركة لتسير أمر الحج والحجيج. وكما تعلمون أن الحج في كل عام من فضل الله عز وجل يواكب التطور ويواكب التحديث، وفي كل سنة من سنين الحج نلحظ أن هناك والحمد لله مبادرات جديدة، وأن هناك يعني أمور متطورة وحديثة، ولا نستغرب ذلك، فإن سمو أمير المنطقة سمو سيدي الأمير خالد الفيصل حفظه الله، وهو أمير هذه المنطقة منطقة مكة المكرمة والتي ضمنها مكة والمشاعر والمشاهد هذه، فإنه يقول بأننا بمجرد انتهاء حج العام فإننا تبدأ وتنعقد الاجتماعات للاستعداد للحج القادم من مختلف الجهات والقطاعات. وفعلا أنتم تلاحظون أن في كل عام هناك منجزات عديدة، فمن ضمنها أيضا ما تعرفون يعني كان آخرها قبل أزمة الوباء موضوع مبادرة الطريق إلى البيت الحرام، وهذه يعني نقلة نوعية بحيث أن يعني إنهاء الإجراءات إجراءات الحجيج في مطارات بلدانهم، فيأتي الحاج هنا وقد انتهت كل الإجراءات في بلاده، ثم يصل إلى مطار الملك عبد العزيز بوابة الحرمين، وعند ذلك ينزل مباشرة إلى الصلاة وينتقل مباشرة إلى قطار الحرمين وقد سبقه عفشه على الفندق ما شاء الله، فلا يأخذ إلا مجرد ما يقارب ربع ساعة فقط ربع ساعة فقط، ثم تعلمون أن القطار يأخذ دقائق، نعم أقول دقائق ولست مبالغا، حتى يصل إلى مكة ويجد أن عفشه يعني حاجياته قد سبقته إلى الفندق. هذا إنجاز كبير وعظيم ورقي بهذه الشعيرة. وكذلك هذا العام رأيتم السوار أو الساعة التي يعني بدأ تطبيقها وتطبيقها وارتبطت بها خدمات كثيرة إلكترونية وتقنية، وكان يعني الفضل بعد الله عز وجل لهيئة الذكاء الاصطناعي سدايا، وارتبطت فيها صحة الحاج وارتبطت فيها تصاريح الحاج وارتبطت فيها أمن الحاج، ويعني في حال احتياجه لهذا الأمر، وارتبطت فيها كثير من الخدمات في السوار الذكية جميل. كل هذه الأمور مع ما سبق من الجهود، تعلمون مثلا أن أول يوم من أيام الحج هو يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا اليوم سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون ويحملون الرواية مليئة بالماء لمشهد عرفات. لماذا؟ لأن الناس كانوا يحجون في أمور عصيبة وصعبة، حتى في قضية يعني السقيا وقضية الري، وهي من أهم ما يعين على العبادة. فإذا قارنا ذلك اليوم بما نعيشه وبما نجده، يعني نعرف نعمة الله عز وجل علينا أولا، وهذه نعم ينبغي لنا أن نشكرها، ثم أيضا نعرف نستشعر هذه النعم ببقائها، وأيضا من بقائها الاعتراف والثناء على من كان سببا فيها.
وأنفق مليارات الريالات على مثل هذه البرامج وهذه الجود، يريدون وجه الله جل وعلا والتيسير على المسلمين. ولذلك مكن الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد، وهي بفضل الله عز وجل حقا هي القلب النابض للمسلمين واليد الحانية عليهم. فالحمد لله أولا وآخرا.